وميلاد قمر العشيرة وميلاد الإمام زين العابدين عليه السلام. ونبارك للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، ونبارك للمراجع العظام، ونبارك لولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد الزاهد والإمام العابد الراكع الساجد ولي الملك الماجد وقتيل الكافر الجاحد زين المنابر والمساجد صاحب المحنة والكرب والبلاء المدفون بأرض كربلاء صبط رسول الثقلين ونور العينين مولانا ومولى الكونين الإمام بالحق أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله. خير ما نبدأ به هذا الحفل المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأخ أحمد جلال الحمد، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وأذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا
حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.
نبارك لكم مجددا هذه الليالي المباركة ونحتفل في هذا اليوم بالأقمار الثلاثة. الإمام زين العابدين عليه السلام هذا لقبه، أما كنيته فأبو الحسن أو أبو محمد. ولادته في الخامس من شعبان من العام 83 للهجرة، وشهادته في 25 محرم من عام 95 للهجرة، أي ما يكون مدة إمامة هذا الإمام 35 سنة. وهذه الشخصية، شخصية الإمام، يعني قد تكون مجهولة في واقعنا المعاصر. يعني شخصية أبا عبد الله الحسين معروفة، أمير المؤمنين عليه السلام معروفة، ولكن شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام قد تكون مجهولة في واقعنا وفي مجتمعنا. امتاز علي بن الحسين عليه السلام بقوة الشخصية وبعد النظر، فضلا عن العلم والتقوى، حتى عرف بزين العابدين. وقد سعى لتكريس حياته كلها لإبراز خصائص الثورة الحسينية وتحقيق أهدافها في مواجهة المشروع الأموي الذي كان يشكل الخطر الأكبر على الإسلام، وقد تجلى دوره العظيم في عدة مجالات: الإمام السجاد في الكوفة، الإمام السجاد في الشام، والإمام السجاد في كربلاء عليه السلام. طبيعة عمل هذا الإمام، استخدم الإمام زين العابدين عليه السلام الدعاء كوسيلة تربوية إصلاحية، وأثار في أدعيته كل القضايا التي تهم الإنسان والمجتمع. وقد جمعت تلك الأدعية في كتاب عرف فيما بعد بالصحيفة السجادية، كما كان يعقد الحلقات الدينية والفكرية في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، حتى أصبحت مجالسه محجة للعلماء والفقهاء، وتخرج من هذه المدرسة قيادات علمية وفكرية حملت العلم والمعرفة والإرشاد إلى كافة البلاد الإسلامية. ولم يترك الإمام عليه السلام بحكم كونه أو بحكم كونه إماما الجانب الإنساني والاجتماعي، حيث نجد في الروايات أنه يخرج في الليالي الظلماء يحمل الجراب على ظهره فيقرع الأبواب ويناول أهلها من دون أن يعرف. أما الآن فأولى محطات هذا الحفل فقرة الشعر والشعراء. ولهذه الفقرة من يهواها من عشاق القافية يقول لي شبيك، يقول لي شبيك ما تكتب قصيدة وتمدح العباس يا الشاعر، يقول لي شبيك ما تكتب قصيدة وتمدح العباس يا الشاعر، وعرفك بالشعر موهوب من ربنا الخلقنا الواهب القادر، وندريبك إلك بدروب القصيدة فنون سمحة وتجبر الخاطر. يقول لي شبيك ما تكتب قصيدة وتمدح العباس يا الشاعر، وعرفك بالشعر موهوب من ربنا الخلقنا الواهب القادر، وندريبك إلك بدروب القصيدة فنون سمحة وتجبر الخاطر. قلت لك اكتب شعر شعبي ومقفى وهم شعر موزون وهم حر وحديث وفوقه الناثر، بس أنا وشعر كتبته أمس، بس أنا وشعر كتبته أمس وشعر اللي كتبته اليوم
وشعر اللي كتبته بس أنا وشعر اللي كتبته أمس وشعر اللي كتبته اليوم وشعر اللي أكتبه إن شاء الله باكر ما أوصل بمدحي للحصان اللي راكبه العباس لا والله ما أوصل بمدحي للحصان اللي راكبه العباس لا والله ما أوصل لحد يم التراب الدايس الحافرة اعذرني يا سيدي ومنك اريد المعذرة جيت يمك رايد اكتب لك قصيدة لكن العفو عند المقدرة ومن هيبة العباس ومن هيبة العباس صار قلبي القلم ودمي صار المحبرة يا قمر هاشم يا ابو الغيرة اللي اجت من حيدرة اعذرني يا سيدي ومنك اريد المعذرة ويا عضيد حسين يلي بطف كربلة كردس الميمنة عالميسرة ومن تقدم العباس كل الخيل شردت والزلم ردت ورا ورايا لشالها العباس ورايا لشالها العباس وراية العباس ما طاحت بقت منتصرة ويا سلام الله على أم البنين الجابة العباس سبع القنطرة ويا سلام الله على أم البنين جابة العباس سبع القنطرة الآن قبل أن الآن مع نستقبل الشاعر شاعرنا عبد الله شاعرنا عمار النوين السلام عليكم شرفت قرية الثانية قرية المرخ يروى عن الإمام الرضا عليه السلام من قال فينا مؤمن شعرا يمدحنا به الآل بنى الله له مدينة في الجنة أوسع من الدنيا سبع مرات يزوره فيها كل ملك مقرب وكل نبي مرسل وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام من قال فينا بيت شعر بنى الله له بيتا في الجنة شاعرنا عمار النوين قبل أن أدعوك للذهاب للمنصة إذا أمكن تحدثنا شلون هذه البداية أو بدايتك في الجانب الشعري وإذا كان أحد كان لي يعني دفعك في هذا المجال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بداية أنا أتشرف بالمشاركة معكم واقعا هي قريتي الأولى وليست الثانية أنا مرتبط بالمرخ منذ الطفولة جماعة كلهم أصحابنا ولي الشرف إن شاء الله وأسأل من الله التوفيق ومنكم القبول إن شاء الله بدايتي كانت الفعلية سنة 2001 بدأت في الشعر نتيجة ارتباطي بالمأتم والموكب اللهم أدمها علينا من نعمة إن شاء الله الخدمة وإذا كان هناك لأحد فضل فهو للوالد الله يطول عمره كونه شاعر يعني فبدأت أستقي الشعر من ومع المحاولات الله وفقنا أن نحن نقدم شيء قليل يعني لآل البيت وللمذهب إن شاء الله ونتمنى ان نحن نواصل على هذا الدرب ونتمنى من الجيل الناشئ ان شاء الله ان يتمسك بالمأتم لان لولا المأتم لما كنا لولا الموكب لما كنا لما استمرينا الموكب والمأتم هم اساس وجود الطائفه وان شاء الله الى ظهور القائم ان شاء الله عجل الله فرجه نكون مرتبطين بهذه الخدمه أحسنت وثبتك الله على هذه الخدمة ثبتك الله على هذه الخدمة إن شاء الله وأتكلم على لسان شاعرنا عمار النوين يقول كتبت الشعر من صغري وأبوي عليه شجعني يقول كتبت الشعر من صغري وأبوي عليه شجعني وقمت ألقيه في الماتم وما هكت بصغر سني وصرت بموكب المظلوم
وكل ما تلطم فني ورح تخدم أبو الأكبر وما خاب بهالعمل ظني وجيت الليلة ملبي ألبي دعوة المعني المعني أبو السادة واطلب منه يقبلني شعر ألقيه في حقه وقصر الجنة بي أبني وادعو الله هالليلة بحق حسيني وفقني بصلاة على النبي والآل يا الحاضر سامعني. كلمة بالمعاني ألف ديوان، كلمة بالمعاني ألف ديوان، لكن كلمة بالمعاني ألف ديوان لكن بالقلم أكتبها حرفين، تدور على المحب من دون عنوان لأن بروح حد للعناوين. كلمة بالمعاني ألف ديوان لكن بالقلم أكتبها حرفين، تدور على المحب من غير عنوان لأن بروح حد للعناوين. بس تدرون أصل الكلمة وش كان؟ كلمة حب أصلها حب الحسين، وكلمة الوفا تمشي وتسايل، تدور وين هي كلمة الإحساس، تدور عنها في كل الشمايل، تدور في الشرف تسأل النوماس، لقتها غافية بجنة الكافل تعيش منعمة بحضرة العباس. ومحراب العبادة ماسك الصوم من ايده وهايمين بهالمساجد، يدورون الصلاة بدمع مسجوم، يسألون الخلق واحد واحد، دلهم واحد من خيرة القوم لقوها بتربة العابد الساجد. بيت الوصي بالفرحة منه علت زغرودة، وزينب اجت فرحانة الحيدر تزف مولودة، قرت عيونك قالت بدرك وصل بسعودة، ضحك على وجهها ارتسمت ومنه على التنهيدة، وحيدر لزم لجفوفة واعطاه سيفة وجودة، وحسين ضم لصدرة وقبل راسه وإيده. صلوا على محمد وآل محمد. بيت الوصي بالفرحة منه علت زغرودة، وزينب اجت فرحانة الحيدر تزف مولودة، قرت عيونك قالت بدرك وصل بسعودة، وضحك على وجهها ارتسمت ومنه على التنهيدة، وحيدر لزم لجفوفه واعطاه سيفه وجوده، وحسين ضم لصدره وقبل راسه وإيده، ونادى ودموع بعينه ولازم أخوه بزنوده، لو عد فضل الأخوة فضلك يا أخويا بزوده. أبو فاضل كل هيبة، أبو فاضل كل هيبة، شلون أوصف هيبته؟ والله لو عقلي تجنن بالعشق ما لومه. أبو فاضل كل هيبة، شلون أوصف هيبته؟ والله لو عقلي تجنن بالعشق ما لومه. هذا عباس النفل والدنيا رهن إشارته، علم الدنيا وعلم الدنيا الشجاعة وتبقى تذرع لومه، نسج قصة وفى بجوده وعينه واسأل رايته، شلون شال العلم بزنوده ونزيف دمومه، ويوم عاشر من اجى يمشي وجبال بخطوته، والعدو من شافه ظل يرجف وسط الحومه، وظل على الخيمات يفتر كالاسد في مشيته، والعدو من نتهيب من عظيم عزومه،
ومن عطاه حسين رخصة نظر بس لو خيته جن يستسمحها يا اختي روحتي محتومة ركب لمطهم يصيح الموت صارت حزته مطهمة ما قدر يلحق بالخطا جيدومة وقلب جيش العدى بسيفه يسرته على يمنته وكل من يدور لمهرب من دره وبقدومة ذكر العدوان حيدر مثل رسمه وصولته وشلون ابن العاص فر بفعلته الميشومة من يقول حسين ظل بالطف وحيد من يقول حسين ظل بالطف وحيد ومن يقول هناك ناصر مائلة هناك ابو فاضل ينادي العضيد بيرقك بالروح انا الشايلة بالاخوة نشوف كل المعجزات الوفى العباس الله مفصله القمر والشمس لا ما يلتقون بس تلاقى وروح عاين كربلة على عرش الحب ملك يبقى الحسين وابو فاضل يبقى للحب كافلة من يجي الزاير يدش صحن الحسين وعنده اي هم اي مرض اي مشكلة قبل لا يوصل وعانق للضريح ابو فاضل بالحضن يستقبله من يجي الزاير يدش صحن الحسين وعنده اي هم اي مرض اي مشكلة قبل لا يوصل وعانق للضريح أبو فاضل بالحضن يستقبله يحوي كل الكون أبو فاضل حنون وأي طلب أي حاجة يقضيها إليه بس حذاري لو إجى للطف عتاب أو تأذت زينبه قيد مله تشوف شباكه يتزلزل من يثو وكل تراب الشام يحس بالزلزلة وعلى المطهم طوى الدرب الطويل ونادى زينب قولي شنه المسألة وزينب فرحت وزينب بفرحتها نادت خويا جيت هلا بعباس البطل مية هلا يا ابو فاضل بيك حاير كل فكر تبقى اسرارك ما هي معروفه من هو يفدل دين راسه بكل فخر يقول اموتوا بيرقي معوفه ومن هو قال الماية وصلنا الخيم حتى لو درب الخيام ما شوفه للصبر آية صرت مثل الجبل تحتمل ضيم الزمن وصروفه بس عن الأطفال ما عندك صبر لو شفت دمعة الطفل مذروفة حيرت كل الوصوف بهيبتك وصرت بلسان الوفة سالوفة انت عطشان العطش فتمهجتك وتملك الماية تظل تعوفه أنا قبل حسين أشرب لا أبد مو فعل عباس وما هي وصوفه ولذلك تلقى في يوم الحشر أمه الزهرة تجي ملهوفة وما تطالب لا ضلعها ولا فدك تطلب بثار القطع لجفوفه بيت الدعاء إن شاء الله ونسأل منكم العذر إن شاء الله على الإطالة يا باب الحوائج يا باب الحوائج كلنا محتاجين ومنه بهالزمن مو عايش بكربه يا باب الحوائج كلنا محتاجين ومنه بهالزمن مو عايش بكربه غريبين بوطننا بالفقر والخوف وغربة الوطن هذه أشد غربة يا مولاي وتدرش ذنب شعب اليوم ذنبه بالوطن إن طفح حبه وأصبح مستعد الأرض يفدل روح وشال الوطن نبضه في وسط قلبه وما خاف القيود وجاير الاحكام والميت اظن ما تضره الضربه بعد بنلاقي اكثر من وضعنا الحين ما نستوحش الحق لو صعب دربه يا مولاي جيناك بقلب تعبان نطلب من جنابك سيدي طلبه بحق المصطفى يا ابو الفضل ننخاك وحق اللي انولد في باطن الكعبه وحق الزهرة نقسم يا الكفيل عليك وحق المشتبة وسمى وعظم خطبة وحق الحسين وندرش يعني لك الحسين وسهم همومنا يشبه سهم قلبه وحق زينب الحورة والسبي والشام وحق سكنة وخدرها وحرقته وسلبة توسط لنا عند البار يا عباس ونشد الله يا ابو العلم والقربة يطلع كل أسير بعز عالي الهام ويرجع كل غريب الأرض والشعبة
وآمن كل شريد الناس طعم النوم، يقضي الليل عايش محتمي برعبه، ويفرج عن شعبنا وينصر المظلوم. وظن الناس حاشا لأنك تخيبه، قلنا اللي نريده ونحمد الله دوم، ونصلع للنبي وآله وأخص صحبه. أحسنت، بارك الله فيك وطيب الله أنفاسك، وبنى الله لك إن شاء الله بكل بيت كتبته في هذه القصيدة بيتا في الجنة. دخلت السنة الرابعة من الهجرة لتشهد الولادة المباركة للإمام الحسين عليه السلام في بيت علي وفاطمة في المدينة المنورة، وتدرج أبا عبد الله في كنف جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ينهل من منابع علمه الفياض، ويقتبس من أنوار أخلاقه ومعارفه، وشملته الرعاية المحمدية 6 سنوات. حسين مني وأنا من حسين. ثم انتقل إلى مدرسة والده العظيم علي بن أبي طالب عليه السلام، مقتدياً بنهجه مدة 30 سنة في حفظ الدين وإدارة شؤون الأمة، ومشاركة والده في حروب الجمل وصفين والنهروان. وبعد ذلك عايش أخاه الحسن عليه السلام وأحداث إمامته بما فيها صلحه مع معاوية، وكان جندياً مطيعاً لأخيه، منقاداً له في جميع مواقفه التي اتخذها في مدة إمامته والتي استغرقت 10 سنوات. يقول الإمام الخامنئي من الكلمات القصار: يا أبناء أمتنا الإسلامية، درس الحسين ملك لجميع المسلمين على مر الأجيال، والتحرك الحسيني في كل عصر يضمن بقاء الإسلام وعزة المسلمين. ويقول أيضا: كونوا حسينيين وامضوا حسينيين، ادرسوا في طريق الحسين عليه السلام، واعلموا أنه طريق سعادة الدنيا والآخرة، والله يمدكم في هذا الطريق. أما الآن فنقف في ثاني فقرات هذا. هذه الفقرة هي فقرة الحفل، وضيفنا في هذه الفقرة هو سماحة السيد مجيد المشعل. ولا يخفى عليكم بأن السيد سماحة السيد مجيد المشعل هو رئيس المجلس الإسلامي العلمائي. متباركين بهذه المناسبة سيدنا. سيدنا، سمعنا خطابات لسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، وكلمات لسماحة السيد عبد الله الغريفي بأن إغلاق المجلس العلمائي سوف يكون حبرا على ورق، وأن فعاليات هذا المجلس سوف تكون مستمرة إن شاء الله. الآن سيدنا، نحن الآن في شهر شعبان ومقبلين على شهر رمضان إن شاء الله، هل هناك فعاليات من أجندة المجلس العلمائي؟ وإذا كانت هناك فعاليات ممكن توردها إلى المؤمنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بدوري أبارك للإخوة المؤمنين جميعا وهذا الحفل الكريم، مواليد أبطال كربلاء مولانا الإمام الحسين عليه السلام والإمام السجاد وأبي الفضل العباس عليهم السلام جميعا. كما هو معلوم أن الوظيفة الشرعية هي مسؤولية شرعية، ونتلقاها ونستقبلها ونلتزم بها في ضوء التكليف الشرعي،
ووظيفتنا الشرعية لم نأخذها من أي جهة رسمية، وإنما أخذناها من النص الشرعي ومن الوظيفة الشرعية. وعلى هذا الأساس لا يمكن لأي قرار رسمي أن يوقف دورنا ومسؤولياتنا ووظيفتنا. نحن عشنا مرتبطين بالإسلام، ننتمي إلى الإسلام فكرا وعقيدة وسلوكا وممارسة، وسوف نبقى إن شاء الله أوفياء لديننا، نؤدي وظيفتنا الشرعية مهما حاولت السياسة الظالمة أن تحاصر مواقع العطاء الإسلامي، فإننا سنبقى إن شاء الله مع شعبنا مع ديننا نؤدي وظيفتنا الشرعية. وإن أقدموا على الإغلاق فإنما هم يقدمون على إغلاق مقر ومكان، ولكن كما هو معلوم أن جميع مآتم هذا البلد الطيب هي مواقع للعمل الإسلامي والديني، كلها ستتحول إلى مجالس إسلامية علمائية. نحن عشنا مع المآتم، عشنا مع المؤمنين، ولم ننفصل عنهم يوما، وعندما يغلق مقرنا ستكون مآتمهم إن شاء الله مقرات لنا، وسوف نمارس دورنا في مختلف المواقع. وهذه من بركات الإمام الحسين عليه السلام وبركات الإسلام وبركات خط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه لا يمكن محاصرته، لا يمكن القضاء عليه. كيف يقضون على ذلك المشروع الذي ضحى لأجله الإمام الحسين بدمه الشريف الطاهر، وضحى لأجله أبو الفضل وجميع الأئمة الأطهار؟ هذه التضحيات العظيمة بذلت ليبقى الإسلام نعم عزيزا كريما، ويبقى المؤمنون أعزاء بإسلامهم وكرماء بانتمائهم للإسلام. فكما تقول زينب سلام الله عليها، كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، والله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا. فهذه مسؤولياتنا الدينية لا يمكن أن يعني تحاصر أو توقف من قبل قرار رسمي سياسي مهما يكون جائرا وظالما، ويبقى قرار جائر، لأننا في الحقيقة نمارس دورا طبيعيا جدا، دور التبليغ والإرشاد. فلماذا هذه المحاصرة؟ لماذا هذه المضايقة؟ ماذا يريدون منا؟ يريدون منا أن نكون أبواقا لهم، أن نطبل لهم؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا، سواء عدنا مجلس علمائي أو ما عدنا مجلس علمائي. سوف نبقى مع ديننا مع شعبنا مع مطالب شعبنا العادلة. على كل حال، خلال الأسابيع القادمة ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك، يوجد عندنا تقريبا برنامجان مهمان الأخوة في المجلس يعملون عليهما. البرنامج الأول يرتبط بموسم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، مجموعة برامج توعوية، مجموعة برامج إحياء للذكرى، وأكثرها يعتمد على المناطق وإحياءاتها، ونحن نقوم بعملية الدعم والإسناد لهذه البرامج. البرنامج الآخر المهم هو برنامج نداءات التوبة، الذي هو برنامج تمهيدي لشهر رمضان. هناك مجموعة فعاليات مناطقية مركزية تصب في اتجاه تهيئة الأجواء لاستقبال شهر رمضان تحت عنوان نداءات التوبة، في محاولة لدفع الناس وتوجيه الناس وتهيئة نفوس الناس لاستقبال شهر رمضان المبارك من أجل استثماره أفضل استثمار. هذا برنامجان الإخوة يعدون لهما، وإن شاء الله هم الإخوة في المرخ يكون لهم كذلك حضورهم في هذه البرامج إن شاء الله كما هو معهود منهم.
ندعو الله التوفيق للجميع إن شاء الله. أحسنتم سيدنا، وإن شاء الله هذه القرية قلبا وقالبا مع المجلس الإسلامي العلمائي. أما الآن فمع فقرة هذا الحفل، فاستقبلوا سماحة السيد مجيد المشعل بصلوات حيدرية علوية حسينية بأعلى الأصوات. محمد. ألقيت كلمتي لبعها كلمة ثانية صير يعني مطلوبين أنتو، صير كلمتين شارك. أيها الحفل الكريم، أيها السادة الأكارم جميعا ورحمة الله وبركاته، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في رحاب ذكرى مواليد أبطال كربلاء، صباح السيد، مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ حفظكم الله، عن إذنكم الله يرحمك. في رحاب هذه الذكريات الطيبة العطرة، مولد الإمام الحسين عليه السلام ومولد أخيه أبي الفضل العباس ومولد ابنه الإمام السجاد عليهما السلام، هذه الشخصيات العظيمة التي زينت هذا الشهر الشريف شهر شعبان وزادته بهجة وشرفا وسرورا بهذه المناسبات العطرة. نرفع التهاني والتبريكات إلى مولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ولمراجعنا وعلمائنا، ولكم أيها المؤمنون الكرام ولأتباع أهل البيت في كل مكان وللأمة الإسلامية جمعاء. ما أجمل أن تلتقي القلوب والنفوس على الهدى والخير، أن تلتقي إحياء لهذه الرموز العظيمة التي أحيت الإسلام والتي قدمت كل وجودها لأجل الإسلام. فأنتم أيها المؤمنون الكرام عندما تجتمعون لإحياء هذه المناسبات، أنتم في الحقيقة تعبرون عن إخلاصكم، عن عمق ارتباطكم بإسلامكم. البعض يشكل عليكم أنكم تمارسون الشرك، تمارسون الانحراف، ولا يعلمون أنكم باحتفالكم بهذه الشخصيات العظيمة الجليلة أنتم تمارسون الإخلاص الصادق، تمارسون الصدق في الانتماء، تعبرون عن عمق ارتباطكم بهذا الإسلام العظيم. لأن الإسلام ليس مفاهيم معلقة، وإنما هو فكر وسلوك وممارسة جسدها هؤلاء الأبطال، جسدها الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء
جسدها أبو الفضل العباس، جسدها الإمام السجاد، جسدها خط أهل البيت في الأمة. خط أهل البيت هو النموذج الراقي للإسلام الأصيل المحمدي. فنحن عندما نرتبط بهم نرتبط بالإسلام الحركي، الإسلام الخالص، الإسلام العملي. نحن عندما نتصل بهؤلاء لا نتصل بهم إلا لأنهم يمثلون الإسلام، يمثلون القرآن، يجسدون قيم ومبادئ الإسلام. فنحن نتلقى الإسلام من هؤلاء في صورة نقية عملية مجسدة. وفرق كبير بين أن تتلقى الإسلام مفاهيم عامة نظرية يمكن أن يختلف حولها، وبين أن تتلقى الإسلام ممارسة عملية واضحة جسدها هؤلاء الأولياء، جسدها هؤلاء الأبطال، وقدموها لنا بصورة واضحة جلية. ضحوا من أجل الإسلام بكل غال ونفيس. فأنت عندما ترتبط بالإسلام ترتبط بإسلام واضح عملي ضحى لأجله الأولياء، فأنت لا تبخس أو لا تبخل بنفسك وجهدك لأجل هذا الدين. نحن في هذه الليالي والأيام نلتقي بهذه الشخصيات العظيمة، بالإمام الحسين عليه السلام الذي ملأ الدنيا عطاء وتضحية، وبقي ذكره خالدا على مر العصور والأيام، وسيبقى الملهمة، نعم وسيبقى الملهمة للأجيال على مر العصور، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، حتى يخرج ويظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف رافعا راية الإمام الحسين ورافعا شعار الإمام الحسين عليه السلام، ليأخذ بثأر الإمام الحسين الذي هو ثأر الله، الذي هو الانتصار للحق. لأن الإمام الحسين ليس عنده ثأر شخصي، إنما ثأره هو الإسلام، ثأره هو الانتصار للحق وللعدل وللصلاح في هذه الأمة. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فهذا هو مشروعه. والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يخرج ليكمل هذه المسيرة، نعم ليكمل هذه المسيرة وليحقق الأهداف الكبرى التي انطلق من أجلها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام الحسين والأئمة الأطهار على مر العصور والمصلحون في التأريخ. نقف عند الإمام السجاد عليه السلام وأختم مع أبي الفضل، لأنه عندي حديث حول أبي الفضل أكثر. نقف عند الإمام السجاد عليه السلام، هذه الشخصية التي اختزلت آلام كربلاء، مأساة كربلاء كلها كانت
تحت منظر ومرأى الإمام السجاد عليه السلام، ورأى أباه وإخوته وعمومه وأهل بيته وأصحاب أبيه الإمام الحسين، رآهم مجزرين مقطعين، رأى جميع البطولات ورأى جميع الآلام، رأى أخواته أهل بيته من النساء وهم مشردين، رأى الأطفال، رأى جميع تلك المناظر المؤلمة واختزلها في قلبه الشريف الطاهر وصاغها آهات وشكاية لله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء ومن خلال البكاء، هذا البكاء وهذا المآتم التي نقيمها تأسياً بالإمام السجاد عليه السلام هي في الحقيقة تعبير عن آهات الإمام السجاد عليه السلام وآهات الصالحين على ما وقع على أولياء الله. نفس المهموم لأجلنا عبادة، هذه الآهات عبادة يا إخواني. وهل العبادة وهل الدين إلا الحب والبغض؟ أنت عندما تتأوه ألما وتفيض عينك دموعا على الإمام الحسين، ما معنى هذا؟ معنى أنك قد فاض قلبك حبا ولم تتحمل كيانك إلا أن أفرغ تلك الشحنات الإيمانية في بكاء على الإمام الحسين وعلى أهل البيت. يعيبون عليكم البكاء على الإمام الحسين والتأوه والحسرة؟ إنهم في الحقيقة لا يعرفون ولا يعون من الإسلام شيئا، لا يعون أن الإسلام هو الحب، الحب لله والحب لأولياء الله، الحب لهؤلاء الشخصيات العظيمة التي ضحت لأجل الدين وحملت أعباء الدين وأوصلته لنا. نحن من خلال اجتماعنا في أفراحهم وأحزانهم نحن نتشرف ونفتخر بالانتماء إلى هذا الخط، نحن نسجل أسماءنا في هذا السجل وفي هذا الركب الشريف، وندعو الله أن يقبلونا أن يسجلوا أسماءنا. ما شاء الله، لقد تشرفت بحمد الله وأن سرت من النجف إلى كربلاء في ركب الأربعين. وما أدراك ما ركب الأربعين؟ تجد الحياة كلها، الكون كله، التراب والهواء كل شيء في ذلك الطريق ينادي يا حسين، كل شيء مصبوغ بصبغة الإمام الحسين عليه السلام، تجد الإخلاص، تجد التفاني. إنه منظر عجيب، وما راء كمن سمع، مهما تسمع لن تدرك عظمة هذا الركب إلا عندما تشارك فيه وتكون جزءا منه. ونحن بحمد الله في هذا الركب، سواء كنا في مسيرة
الأربعين أو في هذا الاحتفال أو في موكب هنا أو مأتم هناك، كلنا في هذا الركب سائرون. نعم، ركب الإسلام الذي يقوده محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله. مواليد ثلاثة عدنا، ثالثة. الله وليس عندنا إسلام لا يقوده محمد وآل محمد، إسلام بقيادة غير هذه القيادة ليس هو الإسلام الذي جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. الإسلام المحمدي الأصيل والإسلام الذي تقوده هذه القيادة، هذه العترة الطاهرة، وما سواه ليس إسلاما، إنما هو شيء آخر سمي بالإسلام. نعم، نحن في هذه المناسبات وفي هذه المحافل نتحرك في هذا الاتجاه، في أن نكون عناصر في هذا الركب الشريف. فهنيئا لكم، حضوركم عبادة، جلوسكم في هذه المحافل عبادة. أنت هذا الجزء من الوقت جعلته لإحياء ذكرى أهل البيت، فهو من أفضل العبادات، فهنيئا لكم. أما وقفة مختصرة عند أبي الفضل العباس عليه السلام، هذا الشخصية الإسلامية العظيمة الكبيرة التي اقترنت بالإمام الحسين عليه السلام وشع نورها في كربلاء، واقترن ذكرها بذكر الإمام الحسين عليه السلام، فهنيئا لك يا أبا الفضل هذا المقام الشامخ، هنيئا لك. لئن لم تكن إماما معصوما إلا أن الله شاء لك أن يبقى ذكرك مقترنا بذكر الإمام المعصوم، فهنيئا لك، إنه توفيق عظيم. لا يذكر الإمام الحسين إلا ويذكر أبي الفضل معه، لا يزار الإمام الحسين إلا ويزار أبو الفضل معه. هنيئا لك يا أبا الفضل هذا المقام الشامخ، وهذا لم يحصل عليه اعتباطا، إنما هو منحة من الله وعطية من الله لما مثله أبو الفضل من معاني، بل هو في الحقيقة مكافأة من الله سبحانه وتعالى، ليس فقط لأبي الفضل، بل هي مكافأة لأمه، أم البنين سلام الله عليه. أبو الفضل عليه السلام فيه حديث طويل، أقف عند نقطتين. النقطة الأولى هو الجانب الوراثي في شخصيته. الإمام أبو الفضل العباس عليه السلام عنواناً للمولود الذي ورث الصفات الغر والخصال الحميدة من والديه، من أبيه الإمام علي، ولا كلام هنا عند الإمام علي، يقف اللسان ويخرس اللسان في الحديث عن الإمام علي عليه السلام. ثم اكتسب كذلك
من أمه أم البنين عليه السلام فاطمة، هذه التي كانت قطعة ومشروعا للإخلاص وعنوانا للإخلاص لأهل البيت ولعلي وآل علي. فأبو الفضل العباس جاء نتيجة لتزاوج هذين الزوجين، ورث الصفات من هؤلاء. وهنا يأتي دور الوراثة ودور الأبوين في تربية الأبناء. علينا من اليوم أن نصيغ أبناءنا من خلال ممارساتنا، من خلال سلوكنا، من خلال طبائعنا. الأب والأم هم الذين يصيغان الأبناء في المنزل، ومن خلال ما قبل أن يرى، بعد حتى قبل أن يرى، عندما يرضعانه الحب، عندما يرضعانه الإخلاص، عندما يرضعانه الصفاء، عندما يرضعانه المودة. الأم عندما ترضع ابنها لا ترضع حليبا ماديا، لا ترضع حليبا ماديا، ترضع معنا، وإلا بالإمكان أن تعطيه هذا الحليب العادي، لا، هي تعطيه وترضعه مشاعر. فعندما تكون هي في حالة من الارتياح النفسي مع أبيه، مع زوجها، فهي ترضع لبنا خالصا يعبر عن حالة من الحب والمودة والارتياح النفسي. فيأتي الابن، يعني معنى آخر، بخلاف عندما ترضعه وهي في حالة من الشجار والنزاع والألم والإحباط مع زوجها، مع أبيه، مع أبي هذا الطفل، فإنها ترضعه حليبا آخر. فرق بين الحليبين، هذا في المراحل الأولى. ثم بعد ذلك عندما يفهم الطفل كيف نربيه، كيف نعامله، كيف نعرفه الحياة، هل نعرفه الحياة بصورة مليئة بالمغالطات، بالأكاذيب، بالشجار، بالنزاع، والعياذ بالله الحقد، أم نربيه على المحبة، على الصدق، على احترام الآخرين، على العفة؟ كل هذه المعاني من اليوم أنا أستطيع أن أربي ابني عليها ما دام صغيرا. كيف أستطيع أن أزرق في نفسه معاني الإخلاص للدين، الإخلاص للآخرين، الإخلاص للقيم الدينية، أن أكون وفيا صادقا؟ كل هذه المعاني أستطيع اليوم أنا أن أزرقها في ابني، وأستطيع أن أزرق فيه معاني أخرى يخرج معقدا، يخرج نعم غير مؤدب، غير صادق، وغير ذلك من المعاني. فأبو الفضل العباس عليه السلام ورث الصفات الغر من أبيه وأمه، فما جاء إخلاصه للإمام الحسين اعتباطا، وإنما قد ورث الإخلاص من أمه. كيف أنها كانت مخلصة للزهراء سلام الله عليها، ما كانت ترضى أن، لاحظوا كيف يعني الشفافية والدقة، لا، ما كانت ترضى أن تسمى فاطمة لكي لا يتذكر الحسنان أمهما فينكسر قلبهما. لاحظ كيف
لا تريد أن تكون ندا للزهراء، ما ترى نفسها إلا خادمة للزهراء وبني الزهراء وأبناء الزهراء. قالت أنا لا أدخل البيت إلا بعنوان خادمة لأبناء الزهراء، لا أدخل ندا للزهراء سلام الله عليها. ولذلك جاء أبو الفضل يعتبر نفسه خادما للإمام الحسين، ما كان يسميه إلا سيدي ومولاي. نعم، هذا أثر التربية، أثر الوراثة، أثر التربية، أثر كيف عاش في أحضان هذه الأجواء وهذه البيئة الطيبة الطاهرة. هذا جهة. الجهة الأخرى هو البصيرة. إن عمي العباس نافذ البصيرة، صلب الإيمان. نعم، هنا يأتي دور الوعي، دور الثقافة، دور التعليم، كيف نعلم أبناءنا البصيرة، الفهم، الوعي. هنا دور مؤسسات المجتمع، المآتم، التعليم الديني وغيرها. خب المدارس احنا ما لنا حظ فيها، في قرانا مدارسنا تعلم فيها المناهج الأخرى، لا تجد فيها ذكرا للإسلام الأصيل لخط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في قرانا التي هي 100% مدارس يرتاده ويتعلم فيها أتباع أهل البيت، المناهج التي تدرس فيها مناهج لا ترتبط بأهل البيت لا من قريب ولا من بعيد. فعلى كل حال المسؤولية كبيرة على التعليم الديني، على المآتم، على المساجد، على المجلس الإسلامي العلمائي، أن يكون لهم دور في تربية أبنائنا، توعيتهم، تثقيفهم، خلق البصيرة عندهم، خلق الصمود والصلابة الإيمانية والصلابة الدينية عندهم. وما شاء الله أبناء شعبنا يتربون هذه السنوات في رحم المحنة ورحم الابتلاء ورحم المقاومة ورحم الصمود، وهذه فرصة إذا استغليناها الاستغلال المناسب فبإمكاننا أن نربي أنفسنا في هذه الأجواء على الصبر، على الصمود، على الوعي، على الثقافة السياسية والدينية، وأن لا يتغلب جانب على جانب آخر، لا أن نتوجه بالاتجاهات السياسية المحضة وننسى ديننا، ولا أن نتوجه في اتجاه الدين وننسى هموم المجتمع وهموم الأمة. فعلينا أن نعيش الوعي المتوازن، وهنا البصيرة، البصيرة التي تمزج بين مختلف المعارف والثقافات السياسية والدينية، ليمثل شخصية، يمثل الإنسان شخصية واعية ثقافيا صلبة في إرادتها، في مواقفها، استلهاما من خط أهل البيت وخط أبي الفضل العباس وخط الكربلاء. لا زالت كربلاء تغذي هذه الأمة بالمعارف وبالصمود وبالقيم الرفيعة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعيش في هذا الركب الحسيني، وأن يستفيد منه
وأن نتربى على هداه. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن هذا الشعب الكريم المضحي الصابر، أن يمن علينا بالنصر، أن ينصرنا، أن يعيننا، أن يعطينا من الصبر والصمود ما أعطى الأولياء وما أعطى المضحين في تاريخ الإسلام، أن يعطينا ويمن علينا بالوعي والبصيرة ووحدة الصف ووحدة الكلمة والالتفاف حول القيادة الرشيدة الواعية، أن نبقى صفا واحدا، وأن لا نخترق وأن لا نبتلى بالخلاف والشقاق وغير ذلك. نصرنا في ظل وحدتنا، في ظل تكاتفنا، في ظل اتباعنا لعلمائنا ورموزنا، نعم، والمخلصين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفنا، أن ينصرنا، وأنتم منصورون إن شاء الله ما دمتم على الدين، ما دمتم على الحق، ما دمتم متحدين. نعم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المعتقلين، عن المسجونين، أن يرد الغرباء. مرة أخرى نبارك لكم هذه المواليد الشريفة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا في حال أفضل من هذا الحال. غفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تفضل رئيس الماتم سيد نزار، تكريم سماحة السيد. أحسنت سيدنا، جزاك الله خير، وثبتنا الله وإياكم على نهج الإسلام المحمدي الأصيل. وكنت أنا سوف أتكلم عن بصيرة العباس، كان عمي العباس نافذ البصيرة، ولكن سماحة السيد جزاه الله خير تكلم في هذه المقولة. أحمد، متباركين بالمولد. باختصار، في لا تتجاوز 30 ثانية حتى نتجه إلى الفقرة الأخيرة من هذا الحفل، تبارك لنا وتبارك للمؤمنين بهذه المناسبة. نبارك للمؤمنين هذه المناسبة العطيرة، وننصح الشباب بالاقتداء بأبي الفضل عباس بالأخوة بالصداقة إن شاء الله، ونبارك لكم هذا المولد العطر. سعد الله علينا وعليكم هذه المناسبة. سيد يوسف أحد الأخوة من قرية الدراز، سيدنا شفتك متواجد اليوم في هذا الاحتفال، وأيضا كانت لك تواجدات أخرى سابقة مثلا في موسم أمير النحل، يعني تعطيني انطباعك عن الاحتفالات في قرية المرخ. شنو رأيك في الاحتفالات بقرية المرخ بكل صراحة يعني سيد، بما أنك من قرية الدراز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أبارك لكم ميلاد أبطال كربلاء، ثانيا معروف عنهم أهل المرخ في المناسبات في المواليد يحيون المواليد بأحلى ما يكون، وفي المآسي أهل البيت يواسون أهل البيت بكل ما يملكون من ولاء. أحسن سيد، ثبتنا الله وإياكم على الولاية إن شاء الله. الحاج عبد الله أبو
الحاج عبد الله أبو محمد دائما تجده متواجدا وسباقا في التواجد في هذه المحافل. الله يعودكم إن شاء الله، الله يعودكم إن شاء الله في هذه المناسبة في حال، الله يعودك إن شاء الله الخال في حال أفضل من هذا الحال، في خير وصحة وعافية. أبو علي متباركين بهذه المناسبة، متباركين أبو علي، مبارك حياتك، الله يعودك إن شاء الله ويثبتك ويثبتنا وإياكم على هذا النهج. والآن الفقرة الأخيرة، وقبل أن أتجه إلى الفقرة الأخيرة، أبو حسن صاحب النفس المرحة، أبو الحسن متباركين بهذه المناسبة، متباركين، الله يبارك لنا وليكم على ولاية أمير. أبو الحسن باختصار وعشان أتجه إلى رادودنا السماهيجي وشرفنا في فقرته، فقرة الأهازيج، أبو الحسن الحين شوف الاحتفال، إحنا السنة 2014-1435، شوف الاحتفال بهذه، يعني شوف منصة ووجود مثل الشباب المؤمنين صغار كبار، قبل 20-30 سنة شلون كانت الاحتفالات في المارخ؟ الاحتفالات كل مالها ترتفع إلى فوق وتتجمع بكل خير، يعني إن شاء الله، إن شاء الله، وإن شاء الله إلى تقدم إن شاء الله من محفل إلى محفل. خادم بضعة الزهرة إجانا ينشد الجلوة، إجانا بشعره يردد وكلمات عسل حلوة، والحانة تشجعنا على الرد بأثر نشوة، ابحث لنا السماهيجي نشيد أدله بدلوة، تسمع الناس فرحانة وصوته بهالحفل دوة، وندعوه المنصة يجي، حيا وندعوه المنصة يجي بقواف حسين يتروى، اجينا وكلنا هنصلي اعلى النبي واله العزوة. اللهم صل على محمد، تباركين إن شاء الله، الله يعودكم. إن لم تجد من يستحق إخاءك لا تخلقن لنفسك الأعداء، إلا لمن عادى النبي وآله، صلوا عليهم جهرة وخفاء. اللهم صل على محمد. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها
حتما بدون التردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أعوذكم إن شاء الله تساعدوني بس في أبيات بسيطة. باسم الأمل جينا ونعلن أمانينا وندعو يا غالي وندعو يا غالي ولجلك تعنينا ونعلق زينا بهاي الليالي بهاي وورود ودينا يلتمسح علينا حقك يا والي يلطاير علينا وبيد جناحنا وشكله خيالي لجل حبك ملكنا أغلى إحساس وحبنا بالقلب ما يوم ينقاس ولو بك يا الولي لامتنا هالناس نظل نهتف إليك عباس عباس نظل نهتف إليك نظل نهتف إليك عباس عباس نظل نهتف إليك عباس بسماتك الحلوة تسوى العمر تسوى وتشرح لي قلبي تشرح لي يلي إلي مأوى جيت أعلن الجلوة ولك أبدي حبي لك وجيت أبدي الشكوى عالفرقة ما تقوى روحي وربي خذني إلك عنوة يلتسمع النخوة ودائي وطبي ودائي وطبي تظل خدمة لك فرق ابتدين ولو داهتني لجلك عصفة البين واسمك أذكرك اليوم وكل حين اخذني بحضرتك يا أبو الحسنين اخذني بحضرتك يا أبو الحسنين اخذني بحضرتك يلي العدة تذلها وبترتجف كلها خذ روحي يمك خذ روحي خدماتي يقبلها وعندك دسجلها ويا ليت اشمك وصيحاتي واصلها دمعاتي يحملها وخلها تضمك نفسي لك بذلها وارضك أغازلها عبد أكلمك عبد ويم بابك أبد ما يخفى لونين اسمع لنا ويم بابك أبد ما يخفى لونين وعندي أمنية بقلبي من سنين أطوف بحضرتك وأبدي الحوائج وتمسح على قلبي أم الابنين وتمسح على قلبي أم الابنين وتمسح على قلبي علقت لك شمعة مصحوبة بدمعة وقلبي يشهد هلا هلا
بسم الله شرعة أسعى إليك مسعى ولك روحي تنشد لك روح شاعر أنا وطبعة يملك بك صنعة ويشعر ويسعد يشعر وشاعر أنا وطبعة يملك بك صنعة ويشعر ويسعد وأدري تدري باللي فيني يدري فنيت بخدمتك مولاي عمري طلب عندي صغير وما لي غيره تجيني من ينزلوني لقبري تجيني من ينزلوني لقبري تزيني من ينزلوني لقبري تجيني من ينزلوني لقبري تجيني من ينزلوني الله يعودك إن شاء الله غيرة ضميرك ممتلي عباس لهني كلش ما عليكم صوت من البداية ضميرك ممتلي عباس غيرة يا من درب الوفا مسلكت غيرة الشمر قال لك مسار حسين الشمر قال لك مسار حسين رفضت وصحت لا لا للدنيا ورفضت وصحت لا لا ورفضت وصحت لا لا ورفضت وصحت لا لا أباها الفضيلة يا القمر انت أباها يا من نار بعلم نفسك إباها إلي حاجة ومن عندك هذه ترى بحرانية إلي حاجة ومن عندك أباها إلي تتوسط بحشر البرية إلي تتوسط إلي تتوسط بحشر البرية من هل إجانا الفرح من شعبان من هل لفا والكل ناشد من جا من هل لفا اللي صار للأحرار من هل لفا قهر طغى ترجى سمية لفا قهر طغى لفا قهر طغى ترجى سمية لفا قهر من شال غدا الهم من ضمير اليوم لف اللي بكف ابو ابراهيم لف الحر الاب المغوار من شل جهاد دولة ترجى سالومية جهاد دولة جهاد دولة ترجى سالومية جوابك علي ذكرى عبادة حب سعادة ذكرى عبادة حب سعادة ذكرى عبادة علي حب سعادة ذكرى عبادة حب سعادة على كتاب الله اللي انعرف تفسيره
علي وحي الكرامة والشرف غيره. شكلي شكلي نسيت اللحن. على كتاب اللي دل عارف تفسيره. يلا نرجع من البداية نعيد علشان أنا أتذكر. ذكرى عبادة حب سعادة. ذكرى عبادة حب سعادة بسعادة حب سعادة. ذكرى عبادة علي كتاب الله اللي نعرف تفسيره. علي علي وحي الكرامة والشرف غيره. علي علي بنص العرش ما يخطى تقديره. علي علي الأول ولاه رابع بغيره. هو البداية ما لا نهاية. هو البداية ما لا نهاية. صلى على محمد وآل محمد. الله يخلي التلفونات. علي كتاب الله اللي من عرف تفسيره. علي وحي الكرامة والشرف والغيرة. علي بنص العرش ما يخطى في تقديره. علي الأول ولاه رابع بتأخيره. علي الأول ولاه رابع بتأخيره. إيه هو البداية ما لا نهاية. هو البداية ما لا نهاية. علي اسم الله الأعظم نشوف أسراره. علي غير النبي ما حد عرف مقداره. علي نصبها الله من بعد ما اختاره. علي الإسلام قام بحكمته وفقاره. نور الله نوره فاز لي زوره. نور الله نوره فاز لي زوره. ذكرى عبادة حب سعادة. ذكرى عبادة حب سعادة. إيه علي ثوب الخلافة تفصل بمقياسة. علي عطر النبوة يفوح من أنفاسه. علي ترجم الدين بعيشته وحساسه. علي معنى الأخوة حسينه عباسه. علي معنى الأخوة حسينه عباسه. نبع الفضائل عذب المناهل. نبع الفضائل نبع المناهل. ذكرى عبادة حب سعادة. ذكرى عبادة حب سعادة. آخر هوسة إن شاء الله ونختم معكم. إيدي بيدك يا حبيبي والوطن حضنا جمانا. احنا ما نبتعد عنكم وانتو ما تبتعدوا عنا. ترى السنة اخوة الشيعة والشيعة بعد اخوة السنة. اخوان طه يجمعنا. اخوان طه اخوان طه اخوان طه. ايه اذا تتبع علي ما ترهب الجلاد. وتحقق للنصر بالعزة والامجاد.
وذات تتبع ابن مرجانة وابن زياد ايش تطلع تنبش للقبور وتاكل الأكباد نور وظلمة ما تتساوى نور وظلمة نور وظلمة نور وظلمة ربك واهب ومانع وقاسم أشارك محنة أحبابي وقاسم كلنا سيوف غيرة بغمد قاسم قائدنا نفديه بدمنا قائدنا نف قائدنا نفديه قائدنا هادي اختون لا أوقف لأن مو قاعدين تشجعوني ترى انكشف انكشف عهد التآمر لنا وانزاح الستار الصلاح أصبح خيانة والحوار أصبح خوار المطالب نفذوها ما احنا بحاجة الحوار والصادق ما يخلف وعده والصادق ما والصادق ما والصادق ما يخلف بالنيران بالنيران لا تلعب احذر يا ولد احذر ما اسمع بالنيران لا تلعب احذر يا ولد احذر اذا البحران نط عرقه كل البلد يدمار على عيسى بن قاسم وكل علماءنا على راسنا على عيسى بن قاسم لا تتعدى خط نقلب سافلها بعاليها نقلب سافلها نقلب سافلها نقلب سافلها في هذا الوطن معكوس الأحوال فصل وأهل العلم ووظفوا جهال في عيد العمل يا حسرة العمال ودوهم تقاعد والبدل طبال والدير الدولة الطبالة والدير الدولة والدير الدولة والدير الدولة أبد ما نرتضي غيرك وعدلك أبد ما نرتضي غيرك وعدلك شغفنا يا علي حكمك وعدلك ما في الكون مثلاتك وعدلك حاكم عيش حاكم عيشته مثل الرعية حاكم عيشته وحاكم عيشته يا لايم يا لايم خف لومك علي يا لايم يا لايم خف لومك علي انا حبي وغرامي للهادي يا انا حبي يا لايم يا لايم يا لايم يا لايم يا لايم خف لومك علي انا حبي وغرامي يا انا حبي انا حبي انا حب الحسيني
احسنت. حياكم تفضلوا. رئيس الماتم سيد نزار حياكم. أحسنت أجدت وأبدعت بارك الله فيك إن شاء الله. الآن فقرة أحسنتم آخر شيء. أما الآن مع فقرة السحوبات الفقرة يتفضل سماحة السيد لتكريم الأشبال. هذه الأشبال عندما يكرمهم سماحة السيد رئيسا للمجلس العلمائي يعني شخص محترم موقر يدخل البهجة في أفراح الأشبال في أفراح الأحبة. رقم 12 137. حياك. شوف سيدنا تكرم مثل هذه الأشبال تعطيهم البطاقة الولائية والجوائز الولائية. 137 حياك. مئة وثمانية وثمانين 30 49 اللي يجي رقمه يجي يستلم الجائزة والهدية من المولى أبي عبد الله الحسين وأبي الفضل العباس. 101 14 رقم واحد وينكم يا شباب؟ 18 رقم 18 عطني رقم زاد وزارة الشيلة في بعد الجبهة شيل أرقام لو 56 الذي اللي يطلع رقمه يجي يستلم الجائزة الهدية من أبي الفضل العباس. هذه هدية ولائية يعتبرها هدية ولائية وينظر إلى قيمتها المعنوية فضلا عن القيمة المادية لهذه. 56 أنا موجود. لا بس خلاص. آخر رقم يجي يستلم الهدية وش آخر رقم لو موجود 49 خلاص أسحب رقم لو الرقم الأخير 94 يجي يستلم 94 موجود. حيا واسمح لنا سيدنا ولكن هذا يعني يدخل البهجة والسرور على الأشبال والرجال ومختلف الأعمار يعني سيدنا. وقبل الختام أيضا هناك عدة إعلانات. هناك سويتش ضايع إلى صاحبه سكودو سيارة سكودو. وأيضا ما زال